نعم خالد، معي جوزي مورينيو مدرب ريال مدريد. جوزي، ليس فالتا اون بونتو، كان ينقصكم نقطة وحققتمها، هل أتممتم المهمة؟ نعم لقد تأهلنا اليوم، ولكن كنا نريد أن نحتل المركز الأول، والآن من الصعب جدا. بروسيا أحدثت فارقا كبيرا الآن في النقاط، كان بإمكاننا أن نسجل الهدف الثاني في هذه المباراة، ولكن بعد ذلك مانشستر سيتي كانت لديه ردة فعل قوية، وبعد ذلك ضربة الجزاء والطرد. أنتم في موقع أفضل لتحكموا ولتحللوا هذه الأشياء إذا كانت ضربة جزاء أو لا. وبعد ذلك بعشر لاعبين حققنا التعادل، لم تكن أمامنا فرص للفوز بهذه المباراة، وكان علينا إنهاء هذه المباراة والمحافظة على هذه النقطة. ريال مدريد لم يبدو قويا كالعام الماضي، هل كانت المجموعة أقوى أم أنه انخفاض في ريال مدريد؟ أعتقد أن المجموعة هي أصعب بكثير من العام الماضي. في الموسم الماضي كنا في مجموعة نوعا ما سهلة، ولكن هذا العام بأربع أبطال وأربع مرشحين كان الأمر صعبا، وأيضا مررنا بفترة صعبة جدا، كانت هناك إصابات لبعض اللاعبين وعدة مشاكل، وحتى الآن نفتقد لبعض اللاعبين. واليوم كانت هي مباراة قدمنا فيها أفضل تشكيلة ممكنة، لقد عانينا من الجانب الأيسر في الدفاع من قبل، ولكن قبل هذه المباراة وقبل المباراة الأخيرة أعتقد أننا في مسيرة جيدة وإيجابية، و السيتي للعام الثاني لا يتخطى المجموعات. الآن العودة إلى الليغا، بكل صراحة هل أنت قلق من مباراة أتلتيكو مدريد؟ هي للمرة الأولى يأتي وهو متقدم في النقاط. لا، مباراتنا القادمة هي أمام البيتيس. نعم أنا قلق بعض الشيء، هناك بعض الفرق في أسبانيا عندما تلعب يوم الأربعاء وبعد ذلك يوم الأحد، وريال مدريد يلعب في مانشستر مباراة قوية كهذه، وبعد ذلك يجب علينا أن نعود ونلعب يوم السبت، هذا ما يقلقني. ولكنك هادئ. نعم لدي خبرة كافية لمواجهة هذه المواقف، وكنت أهدأ إذا لم يحتسب هذه ضربة الجزاء. شكرا جزيلا.